وجهت الطفلة ومشاركة The Voice Kids بموسم الحالي جنة الجندي رسالة لمدربة كاظم الساهر وجمهورها بعد خروجها من مرحلة المواجهة الأخيرة بالحلقة الماضية من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الوضع كاظم بموقف صعب كتير وما إله ذنب بالقرار يلي أخده، خصوصي بعد اختيار الفنان تامر حسني أشرقت فصار في شخص لمصر وما لازم يكون في شخصين من مصر. وختمت وقالت شاركت بالبرنامج بسبب كاظم الساهر لأني بحبه كتير وعمري ما رح اندم لأني اخترته وإلي الشرف إني تدربت معه. لتعرفوا كل أخبار النجوم اللي بتحبوهم زوروا موقعنا الفان.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.